بفضل الله بعد ما تعافيت من الإصابة بفيروس كورونا، اليوم أصريت على الحضور بمستشفى الصدر التعليمي الطابق السادس بالمكان الخاص للتبرع ببلازما الدم. مثل ما تلاحظون الشباب اليوم كلهم موجودين وكل الكادر الطبي موجود يستقبل الكثير من المتبرعين. هذا يأتي ضمن يعني الدافع الإنساني لإنقاذ الحياة من الكثير من المصابين في مستشفيات محافظة البصرة، وأدعوكم اليوم للمجيء لهذا المكان من أجل التبرع لإنقاذ حياة كل المواطنين المصابين. وتحية إجلال وإكبار لكل أبطال الصد الأول اللي هم الجيش الأبيض اللي يعملون في كافة مستشفيات محافظة البصرة. أخوكم الإعلامي علي عدنان.